وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم، راح نحكي فيها بعلم نحن اليوم كتير بحاجة لإله، بحاجة إنه نغوص بأفكاره ونعرف الطريق الصحيح لحتى حياتنا شوي تحلو. راح نحكي عن علم الطاقة يلي بدور حوله الكثير من الجدل، فما إذا كان هذا العلم أمر وهمي أم حقيقة؟ لهيك العلم له فروع كتيرة وبيعتبر أداة من أدوات علم التنمية البشرية، واثنيناتهم بيعتمدوا على استخدام بعض آليات علم النفس. ولحتى نعرف أكثر عن هذا العلم وتأثيره بحياتنا اليومية، رح نحكي مع المدام غدير بغجاتي، اختصاصية يوغا. صباح الخير. صباح النور. صباحك حلو. تسلمي. وأيضا نوع ما عن أنواع الطاقة، وخاصة رح نحكي عن طاقة المكان، كيف بنخلي المكان اللي نحن عايشين فيه واللي بخصنا كتير حلو بيشبهنا وطاقته حلوة. رح نحكي مع سيدة لنا كورية اختصاص طاقة. يسعد صباحكم. صباح النور. صباح صباحكم خير. حلو. صباح حلو اليوم هيك طاقة ان شاء الله. قد ايه مهم نبلش بهاي الطاقة دائما الصبح؟ يعني في ناس بتقول لك انه تركينا عايشين حالنا، ظروف كذا الى اخره، بس ترجعي بتاكدي على نقطه انه حلو الواحد انه يبلش هيك، يحب انه يبلش نهاره بشيء صح. يعني اكيد هلا كلنا عندنا بروتوكول يومي صباحي، معظم الناس بيحبوا القهوه، بيحبوا يقعدوا يسترخوا او يرقدوا فورا على اشغالهم. هلا نحن بالعاده بنتغذى بشو؟ بالاكل، ما الشرب، ما هيك نعمل واجباتنا تجاه جسدنا. كثير ضروري نعرف انه شعورنا شو هالحالة، تبع انه شعورنا شو هلا، يعني فقت عندي شعور هيك شوي مسكر ولا منفتح، هي اسمها طاقة. انسان طاقته مرتفعة، انسان طاقته منخفضة. نشوف شخص نقول يا لطيف مسكين شو طاقته نازلة اليوم، تعبان، مريض، في شيء، ما هيك؟ اما لا، نشوف حدا فات هيك كله الوان ونشيط وعم بيحكي ومش تقولي طاقته مرتفعة. فاذا هي الطاقة شيء موجود ونحن بإيدنا نتحكم فيها، كيف بدنا نفتهم أسرارها ونشتغل عليها وننزل قوانينا بقلب حياتنا اليومية، بحيث أنه دائما نحافظ على طاقتنا أقرب للمرتفعة. وهذا الشيء ما بده مصاري وما بده تعب وما بده شيء، بده جديه بس ووعي شويه رواق. وعي وعي هو الحقيقه، بده وعي. تمام، رح نروح عند السيده لنا. صباح الخير. صباح النور. يعني اكيد رح نرجع نحكي ست غدير على اليوغا، ولكن خلينا شوي نبلش بالطاقه. مثل ما ذكرت الست غدير، يمكن كثير مننا بفيق مانو مرتاح، مرتاح بيروح مكان ممكن يرتاح وممكن ما يرتاح فيه، حتى المكان له طاقه، حتى يمكن طبعاً. اي شيء بحياتنا له ذبذبات بتأثر علينا بتكون مرتفعه. بالبدايه علميا خلينا نحكي شو هو علم الطاقه؟ ليش في كثير ناس بتقول شو عم يحكوا؟ يمكن في طاقه لا وقتها هي هيك اوكي. فخلينا نفسر علميا ببساطه كثير كثير بسيطه. رح اقول انه هو الطاقه اللي نحن بنحكي عنها هي ذبذبات بتكون حوالينا، مثل السمك اللي بيكون عايش بالمي. هو ما بيشعر انه هو عايش بالمي، بفكر حاله انه هي الكون كله. ونحن نفس الشيء بيربطنا بكلياتنا بشيء اسمه الاثير او طاقه الاورجون. هي طاقه بتكون موجوده بالجو بتاثر علينا كثير وبتاثر بتدفقها. طاقه المكان هي انه كيف نحن نخلي هالطاقه لما تتدفق او تصير بهالمكان تكون مرتاحه، لان اذا كانت مرتاحه بنكون كمان نحن مرتاحين. هلا تعقيبا على اللي قالته ماستر غدير، انه مثلا واحد لما يفيق الصبح ويكون هيك، هلا اذا كانت الغرفه مسكره وعتمه وهيك اكيد ما راح يقدر يرفع طاقته. اهم شغله انه طب انا هيك بحب نام طيب. هلا بتنامي بس احنا عم نقول بدك تفيقي. بس دي شيء ما لما بدك تفيقي، انه اهم شيء لما تفتحي الشبابيك وتفوت الشمس بشكل طبيعي بتحسي الانرجي تبعك ارتفعت، انه صرتي احسن. يعني اول شيء طاقه الشمس هي من اهم العناصر اللي بتحسن بتعدل طاقتنا، والاضاءه القويه طبعا هي الاضاءه الصفراء، بس هي الاحسن شيء طاقه الهواء النظيف الفريش مثل ما بيقولوا. طاقه الشمس والحمد لله متواجده عنا كثير ببلدنا، مثل ما عم تقول غدير انه فينا نحن نعمل اي شيء باسعار يعني رخيصه وما في شيء ما بتكلفنا شيء القصه. طبعا توضع الاساس بالبيت كيف بيكون، الالوان كيف بنختارها، هي كلياتها لها تاثير على طاقتنا. شو هي الالوان اللي بت ما فينا نقول هلا انه مثلا بشكل عام الالوان، لان كل مكان بالبيت في عندنا رسمه الباكوا بنسميها،
كل زاوية إلى لونها. أوكي. بس بشكل عام مثلا مثل غرف النوم اللي احنا بنقول انه نبتعد عن الالوان الصارخه بس لان او الالوان مثلا مثل الاحمر الاسود هدول الالوان ما مفضله بغرف النوم ابدا. وحتى مثلا في ناس تلاقيها كثير بتميل للبني كثير بيكون بني. هلا البني كلياتنا بنحبه لانه هو لون الطبيعي يعني بس فينا نلعب بالاكسسوارات شوي انه نغير شوي لانه اذا كلنا مثلا بس بني بصير طاقه وحده يعني هي عم ناخذ طاقه التربه خلينا نقول خلص يعني في ناس ما بيناسبها التربة إذا أنا مثلا شخص ناري وتربة معناتها التربة عم تطفيني ما بحس حالي براحة بتدي في دائما بني بني بعدين بصير معي شوي كآبة بقى نحن بنشوف وين هي الزاوية ومنصير منغيرها. الألوان كتير مهمة وخلينا مثلا مثل غرف النوم ما بنحط كتب أنا دائما بقول لأنه 8 ساعات الذبذبات عم تاخد ما بنحط كتب مثل البؤساء او كتب بتكون مره كثير منيحه. هي شغلات يعني كثير لازم ننتبه لها. وكمان في شغله لانه اجتني امبارح كان سؤال رح ارجع كمان اشير له خصوصي بغرف النوم ما لازم نكون حاطين صور الله يرحمه حدا متوفي يفضل انه ما موجوده بغرف النوم طبعا كمان هي شغله مهمه كثير. وبننتقل للاضاءه ولبقيه البيت بس كمان انا بدي اقول شغله كثير مهمه بطاقه المكان بالذات الوعي التنفس انه الانسان اذا كان بيعرف كيف يتنفس ويزبط تنفسه شوي بصير هو عنده حس اقوى ليعرف الاشياء اللي بتناسبه ولا ما بعرف اذا غدير بتحب تحكي على هالموضوع أكيد. التنفس اكيد بيجي موضوع التنفس لانه هو تابع لعلم اليوغا طبعا اليوغا. اكيد هلا اللي عم نحكي عن الطاقه بشكل عام الطاقه موجوده بالكون كله طبعا. موجوده في كل مكان موجوده بداخلنا هلا كيف بدنا نشتغل اليوغا هي الموازنه ما بين الداخل والخارج ما بين كل عناصر وجودنا الرابط ما بين الخارج والداخل هو النفس تمام؟ نفسنا إذا كتير ضروري نهتم فيه يكون متوازن نسكر التنفس التبادلي هي أحد أنواع تمرينات طبعا هلأ في عنا تمارين هلأ نطيتي أنت على شيء جديد التنفس شلون بدنا نرتبه في عنا تمارين تنفس في عنا تمارين تحكم بالطاقة باليوغا في اسمها برانا ياما برانا هي الطاقة وياما هي التحكم التحكم بالطاقة من ضمن هذا تمرين التنفس التبادلي تمام في عنا تمرين اللي فيه سرعة بالزفير أوكي هذا اسمه كبهالباتي هذا بيعمل تنشيط للطاقة بداخلنا هذا بيعمل له توازن في عنا تمرين اسمه البرامري مثلا برامري هو النحلة الطنانة إنه مسكرت من نقول الزفير على بشكل صوت صوت النحلة هذا يهدئ ذبذبات الدماغ هي كتير كتار دائما في تمارين كتير صعب ويعني بده حدا قلبه قوي انه الخيط من الانف على التمرين هلا هذا مو تمرين هذا بينزل بباب الكريا يوغا يعني يوغا التنظيف والتطهير اليوغا التنظيف والتطهير فيها عده تقنيات لتنظيفنا من الداخل وجميع فتحات الجسم بدها تتنظف من ضمنها احنا مثلا فينا كمبتدئين نبلش بالنيتي النيتي هو هي لبنان إذا بدك تستخدمي بدك تتنفسي بشكل جيد بدك تستخدمي الأداة اللي هي المنخرين تكون كويسة ونظيفة ففي عنا تنظيف النيتي بالإبريق المي الصغنوط هيك بنحط فيه مي فاترة بحرارة الجسم مالحة بملوحة الدمع ومنصبها من المنخر وبينزل من المنخر الثاني وبنرجع من المنخر بينزل من المنخر الثاني هيك بنكون عملنا غسيل للجيوب الجبهية نظفنا جسمنا هلا اليوغيين بالمدرجه المتوسطه او المتقدمه ممكن يستخدموا الخيط مثل ما حكيتي هذا الخيط بيتدخل هو تعليم بالبدايه تكوني عامله انت جالانيتي الجالانيتي هو التنظيف بالماء فبيكون فتح فصار في مجال فدخول الخيط بيصير بسيط ما امر خطير ابدا واي انسان قادر انه يعمله اليوم ليا اليوغا والطاقه دائما بنسمع انه الملح استخدموا الملح شو علاقة الملح بطاقة أجسامنا وإن كان البيت حتى يعني
أكيد الملح ده كمان موضوع اهتزازات، بتوقع لنا يمكن تجاوبنا أكثر عن هالموضوع. هلا الملح بشكل عام هو بيقوي طاقة المكان اللي نحن بنكون فيه، وكثير في ناس مثلا بتستعمل الملح، بنسمع نحن إنه حطوا الملح بال مثلا زوايا البيت. اوكي انا كثير بشجع ستات البيوت او بالمكاتب او بالمكان نحط ملح، لانه هو بيرفع ذبذبه المكان وبيقيم الطاقات السلبيه، بس ما نخليه اكثر من 24 ساعه. المشكله نحن بنحط الملح وبننساه بقى هو سوسه انه اخذ هالطاقه السلبيه وضلت مزروعه، ضلت مزروعه، صار بيطلع ذبذبات سلبيه انه نحن ننظفها كثير. وفي شغله انه مثلا كمان كل مثلا فينا خلينا نكون منطقيين، كل شهر نمسح البيت بمي وملح او مل، او طبعا اللي عنده مية بحر احسن واحسن، كمان كثير منيح بيعدل ذبذبات البيت، بيخليها انضف، بيسحب الطاقه السلبيه. وفينا نعمل شغله كثير بسيطه، انه نجيب كاسه مي، كاسه فاضيه، نحط نصها ملح صخري ونحط شوي خل فيها شيء مقدار 5 معالق ونعبيها مي ونحطها بزوايا مثلا كل يوم بغرفه ل 24 ساعه ونكبها. لا بنكبها ونخلص من هي الغرفه، بنكبها ونشوف. احيانا اذا في كان طاقه كثير سلبيه بنلاقي الملح كثير طلع لبرا ويعني ونكب، او اذا بتلاقيها احيانا ما فيها اي شيء معناتها طاقه هي الغرفه منيحه، هي فينا نعتبره مثل مقياس للغرف، لطاقات الغرف. كثير في ناس بيقول لك مثلا طاقه حسد، طاقه عين، اجوا ضيوف مو محببين. واحيانا الانسان بيكون حاسس انه في ناس بنسميهم نحن مصاصين الطاقه، انه بيجي شخص بيقول يا الله، انه بتلاقيه اكل همه انه هدول نقائين او بدهم كثير ياخذوا ويعطوا معنا او يسالونا اسئله بتتدخلوا بحياتنا، بتلاقينا صرنا هيك داون، ما عاد انه حيل. دائما انا بقول لما بده يجينا هيك عالم خلينا نحط صحن ملح تحت اي كنبايه واي مكان محل ما بدهم يقعدوا، ام من وازن الطاقه. من وازن ست غدير حلوه كثير عجبتني ست غدير. خلينا نحكي، يمكن كثير عم نشوف موضه اليوغا لدى ناس غير مختصين بتعلمها بتعليمها لأشخاص تانيين. خلينا نحكي بس وننوه ونوعي الناس، اليوغا قديش هو علم كتير كبير، قديش هي الرياضة نحنا يعني ممكن تأثر بطريقة سلبية إذا تعلمناها بالشكل الغلط والخاطئ، وممكن تأثر كمان على كتير تفاصيل حياتنا. والناس يلي عم يتعدوا على هي الرياضة ممكن بيحضروا فيديو على اليوتيوب بيقولوا أوه أنا صرت كوتش بعلم باليوغا يعني خلينا نحكي بهدول التفاصيل، وخاصة كثير من الصبايا صغار عم يتوجهوا عند يعني عند أنصات عم يعلمون يوغا أو بجيمات عم يستقبلوا هاي الحالة إنه يوغا واو شيء جديد عنا، يعني عم يبهرون بقصص مختلفة كليا. هلا اليوغا علم قديم من 5000 سنة معروف، مسجل كتابة من 2500 سنة فقط. فمن هالوقت لهاليوم صار في كتير حكماء وكتير توجهات وكتير أنواع وكتير مدارس، تمام؟ فما فينا نقول هذا غلط وهذا صح، كل واحد له خبرته. اليوغا هي رياضة الروح والعقل والجسد، بده الإنسان يكون واعي، تعتمد أكتر شيء على موضوع الوعي. شو اللي بيفرق رياضة اليوغا كرياضة إذا بدنا نسميها نصح التعبير مثل ما بيقولوا، لأنه هي فلسفة حياة، هي ممارسة يومية، هي نظرة للحياة، تختلف كل نظرتك للحياة وقت بتصيري ممارسة يوغا. اليوغا لتصيري تصير عندك هي القفزة ليكون في عندك وعي، وعي لجسمك قبل كل شيء، وعي لنفسك اللي حكينا عليه قبل شوي، وعي لفكرك كيف عم يتحرك. الفرق ما بين اليوغا العادي الرياضة العادية واليوغا كرياضة هي الوعي للنفس، هي الهدوء بالحركة، هي الوعي للجسد، تمام؟ تهدئة الفكر أثناء القيام، والبطء، البطء، الرواء، تمام؟ فهدول العوامل هي. أحياناً أنا مرة سمعت أنه في حدا عمل يوغا عند كوتش، والكوتش كانت صوتها كتير عالي وكتير بتعيط، فهي نفرت من اليوغا وبطلت. هون نقدر ندرك أنه هي الكوتش مالك كانت كتير مؤهلة بشكل جيد، لأنه كتير ضروري يكون مثل ما حكينا طاقة المكان اللي عم تمارس فيه اليوغا طاقة جيدة. طب بعد قديش أنا بقدر أعطي يوغا أو أتعلم أو أقول أنا صرت كتير منيحة باليوغا؟ ونفس الشيء بالطاقة صح؟ يعني بعد قديش وقت؟
هي العلوم هي الباطنيه بتلاقيها كثير خطيره هيك وحساسة. حساسة خلينا نقول. هلا طاقة المكان بشكل عام ما بدي كتير وقت الصراحة، لأنه أنا بقول أغلبيتنا إذا كان عندنا وعي مثل ما قالت الماستر غدير، إذا عنده الإنسان وعي بيقدر يعرف إشارات الكون اللي بيستقبله. لأ كتير في، ما بعرف إذا نحن ستات بيوت أو أمهاتنا أو شيء، تلاقيهم فجأة بيغيروا هالمكان أو بيغيروا هاللون أو بيدوجوا من هالمكان، بيكون عندهم إحساس أنه هذا الشيء ما هو هون مكانه الصحيح وهو بيكون مزبوط. الإشارات الكونية كتير بسيطة، بس أنا كتير بقول أنه أهم شيء برجع بقول مثل ما قالت غدير، الوعي، أنه الإنسان إذا درب حاله يكون واعي. لأنه كتير أحياناً أنا مثلاً بيكون معي قطعة شوكولا باكلها وبعدين بقول أكلتها ولا وين حطيتها، بنكون ما لنا واعيين لهذا الموضوع. خليني أخذ وحدة تانية بقى أو وحدة تانية، أو نشرب شيء بعدين بقول شربته ولا وين فنجاني، بكون عم دور عليه. واحيانا كثير بكون التليفون بايدنا وبندور عليه، هذا كله قله وعي. الوعي هو انه نشوف الاشارات الكونيه اللي بتجينا. مثلا هلا انا رايحه لاستاجر بيت، اشتري بيت، رايحه على زياره، مرقت جنازه قدامي، لقيت سوري قطه ميته بالطريق او شيء، هي اشاره انه بتنعد مثل باد لك، او اشاره للوعي تبعي انه في شيء ما انه كثير منيح. غير لما مثلا رايحه قمت لقيت عرس مثلا، او حدا حامل ورد ومطلعه لحدا، هي يعني بيقولوا انه اشاره منيحه. طيب الباد لك اللي نحن يعني عم يمرقوا بحياتنا عم نشوفه من لبسنا العتم، مثلا ما عم نشوف من العتم، اليوم نحن كيف فينا نتخلص منهم؟ يعني كيف فينا نخلص هيك، نعمل نشيل هي الطاقه، يمكن من المشي حفيانين او ممكن حكينا عن استنشاق عن الوان، ولكن هذا اسمه التقرض. انه دائما الانسان لما يمشي على الحشيش أو يمسك شجرة، يعني مثلا أنا بعد حسيت حالي عندي شوي فتت للأسف لحتى المطعم في كتير أرجيل كان، طلعت عندي ما عم بقدر أتنفس، لقيت شجرة كبيرة استندت عليها، مجرد أني استندت عليها بتتغير كل طاقتي، لأنه هي متجذرة بالأرض بتساعدني أنه تغير لي طاقتي. طبعا لأنه ما في شيء مثل ما بيقولوا عبث بالحياة، يعني بالكون كل شيء له شيء. الأحسن طبعا اللي ساكنين عند البحر لازم عندهم يعني بيقولوا علاج مجاني رهيب، أنه يمشوا على الرمل، هذا شيء كتير منيح بغير كل الطاقة، بيصحب. التنفس بالدرجة الأولى، نمشي على الجازون على الحشيش بالحدائق كمان هذا الشيء كتير منيح، بس أكيد مو على البلاط بالبيت، هذا ما له علاقة. كركبة، سوري بس بدي أضيف شغلة، إنه الكركبة كتير عنصر مهم. إذا كنا مكركبين دائما بيكون عنا طاقة ما منيحة، بتنزل طاقتنا بدون ما ننتبه ونوعى، هذا كمان أحد الأسباب اللي خلينا فوق قطع الكهرباء وفوق هيك إنه متضايقين. هو بعدين احذري شو، الكون جميلة، ترى الوجود جميلة، إذا الواحد هو حس حاله مرتاح بالمكان اللي هو فيه، صدقيني النور من جوا مو من برا، يقطعوا وقت ما بدهم، ما عندنا مشكلة. صح. حلوة يا لهيب، حبيت ايديا. إن كان يوغا أو كان طاقة، في ناس كثير بتقلك أنه خرافات، بتقلك بلا هالقصص وكذا هيك. اليوم شو ونفسهم بتلاقيهم عم يقولوا لك فلان ما فيني أقعد معه، بحس أنه طاقته سلبية، بيزعجني، بيكون مبسوط، بيعطيني شيء أنا ماني حابه يعني. وبترجع بتناقشي موضوع الطاقة، أنه هو موضوع علمي، التنمية البشرية بيقلك خرافات. خلينا نحكي عن هاي القصة. هي كتير ضروري تنبحث ويتنور عليها، لأنه هو المجال، المجال مثل ما بيقولوا الدجل فيها مفتوح، المعايير غير معروفة للجميع، عرفتي كيف؟ أي علم بيكون متفق عليه ومكتوب ورقة وقلم ومسجل قوانين. بس هلأ قوانين، لكن هلأ أنت إذا درستي أي علم من العلوم غيري الجامعة اللي عم تدرسي فيها بتلاقي أنه في اختلاف، حتى لو هذا خريج أخذ دكتوراه من جامعة كذا بعلم كذا، بيروح على جامعة تانية بيتناقش مع دكتور بنفس الفرع وبنفس، بيكون في اختلافات شيء بسيط، بس هي الاختلافات تكاملية. بيجي هون وقت هي العلوم بيسموها باطنية بين قوسين، لأنه قديمة كتير، من كتر ما لها قديمة من كتر ما لها ممتدة فصار فيها تفرعات كتير، وهون بيجي مجال انه اي حدا ممكن عنده الجرأة والقدرة انه يتعدى مثل ما بيقولوا، ويصير يدعي يعني يتعلم شوي، دورة 3 ايام، دورة 4 ايام وكذا، ويصير هو مدرب. كثير بده صدق مع الذات، يشتغل واحد على حاله، ويضل يشتغل على حاله، ويضل يشتغل على حاله، ويرفع من رهافة حسه. الشيء اللي عم تحكي عليه مدام لنا قصة الطاقة، وقت بترتفع هي رهافة، هي تواصل كوني، تواصل وعينا مع الوعي الأعلى، وهذا هو اليوغا.
اليوغا هي الاتحاد، اتحاد الوعي الأدنى مع الوعي الكوني. كيف بده يكون هذا الاتحاد يتم؟ عن طريق الاسترخاء، تنفس، الحركات الرياضية اللطيفة اللي بنعملها باليوغا، وهي القصص هذا كلها بصير طب شكل حياتنا كاملة ألطف وأهدى ومحببة أكثر، بالإضافة لأنه انسجامنا مع الكون مثلا كتير ضروري في قصة النوم، أنه ننام بالوقت اللي الله خلق لنا إياه ننام فيه، ننام بعد الغروب أو يعني قبل العشرة أو بالعشرة، وفي عند الشروق. هذا مثلا كتير مهم أنه الواحد يتلقى الطاقة الكونية. كمان بنرجع نأكد عليها أنه هي مجانية وموجودة بالكون طبعاً. بس نفيق بكير نتلقاها ونشوف أدائنا. الفكرة قصة التحدي أنه أنا كتير عم بسمع والناس بيقول هلأ أنا فاضي، أنا تعبان، أنا ودودودودو، منبلش بقى منفتح الجريدة ومنكر. طيب أنت لازم نكون أقوياء؟ ممكن بهيك وضع أكتر شيء. شكرا. أنت لازم نكون حكماء وقت منكون نحن عايشين بالمدينة الفاضلة ومرتاحين وكل شيء تمام وكل شيء متمكن؟ لا، بالعكس، كل ما بتزداد الضغوط تزداد الحاجة للحكمة، تزداد الحاجة للراحة، تزداد الحاجة لشحذ الهمم الداخلية للإنسان والبحث وإيجاد أماكن الطاقة بداخله ليطلعها حتى نتشبث طبعاً فيها. طبعاً وهي موجودة يقولون. موجودة لأنه هي قدرة الخلق. جسمنا نحن وقت خلقنا ولدنا قد إيه كان وزننا؟ كنا هالقد، صح؟ كيف صرنا هالقد؟ فإذا نحن عنا هي البذرة، هذا الشيء الصغير بداخلنا، الوعي، وعي الخلية نفسها لحتى تضلها تكبر. نعم، يعني نحن كثير بدنا نتشكركم. يمكن وقتنا مرق بسرعه كثير كبيره، ولكن ناطرينكم اكيد حلقات جايه لحتى نحكي شيء موثق على ارض الواقع اكثر، ناخذ تجارب من سيدات يمكن كانوا بشيء صاروا بشيء، خلينا نحكي اكثر بعلم الطاقه. ست لنا كثير بدنا نشكرك. ست غدير، شكرا كثير لكم ولطاقتكم الحلوه ولصباحكم الحلو. ميرسي. شكرا لكم. اكيد شكرا لكم، ومثل ما قالت ليا هذا العلم بحر، فنحن بحاجة لوقت كتير. شكرا لكم وبقيت نهار